السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما نكمل حكايتنا حكاية ودعاء جليت 7، صلي على نبينا المختار سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وصلت قافلة ودعاء لدوار خوتها بعد أيام من البحث وبعد أيام من التهديد والوعيد من الخادم وزوجها باش ودعاء ما تبوحش بسرهم. الخوت استقبلوا القافلة وبشرتهم الخادم باللي البنت اللي في الهودج هي ودعاء خوتهم اللي فرق بيناتهم غير خطأ بسيط. الخوت فرحتهم كانت بوسع الدنيا واستقبلوا خوتهم المزيفة بالفرح والدبايح. هنا ودعاء كانت تسترق من البعيد وقلبها غارق في الحزن حيث سرقت منها الخادم فرحتها وحرمتها من اللحظة اللي غامرت بحياتها باش تعيشها. شفت خوتها قدام عينيها وهما يرحبوا بإنسانة غريبة عليهم، ومع هذا ما حيدتش عينيها من عليهم. كل واحد فيهم فيه شبه منها أو من باها وامها. الخادم فجأة صرخت في وجهها وقالت لها سيري عاوني لليتك في خيامهم، وكل ما تحتاجك وحدة منهم دخلي خيمتها وكوني تحت أمرها. وهكذا كان ودعا صبحت خدامة في خيام خوتها. كل نهار تساعد واحد من زوجات خوتها في شغالاتهم حتى دخلت لخيمة خوها الصغير تساعد مراته ويتبادلوا أطراف الحديد. هنا مرت خوها قالت لها حرت بنت الخادم فيكم، انت طبعك وكلامك أحسن 1000 مرة من أخت راجلي. كلامها وتصرفاتها غالب عليهم الطمع والجشع اللي شفتها تتشهاها بحال عن عمر النعمة ضاقتها واللي تهدت لها تتمنى غيرها. حتى في جلستها وسطنا وحديتها خالي من الرزانة والتباتة كيف بالله وبالله تكون هادي بنت لالة عفرة بنت الخيمة الكبيرة. انتي عكسها، كلامك طيب ورزين وجلستك ما يتملش منها والقناعة باينة في عينيك. هاد الكلام اللي قالته مرت خوها سمعات والخادم خلف ستار الخيمة ومشات فرمشت عين عند زوجها وقالت له هي مرعوبة قريب يتفضح أمرنا، أعيد نبه بنتي كيف تتكلم وكيف تجلس مع زوجات خوتها. ولكن الطبع غلب التطبع، رجلها قال لها ولا عليك عندي الحل، ودعا من غدا نرسلها ترعى ليبل وهكذا ما تختلط لا بخوتها ولا بزوجاتهم، واللي شافوه معها منها مع اليمن ينساوه. وهكذا كان. مع الفجر مشات الخادم عند ودعاء فيقتها وصرخت في وجهها قالت لها نوضي ترعي ليبل، هادي من اليوم هي خدمتك. أرمات لها زادها ومشات ودعاء تقود الجمال للمرعى. ودعاء يا سيدنا شكات الليبل سر حزانها وبكات وقالت قري يا ناكتب بوما الحرة ولات خادم والخادم ولات حرة. شوية وتجمعوا الجمال كلهم حولها وبدأوا يبكيوا معها ويشاركوها حزانها، غير جمل واحد طرش كان يبقى يرعى حتى الوقت العودة للطوار. الجمال مع الوقت سيادنا بان عليهم الضعف وقلة المرعى، هذا خلى خوها الصغير يشك في أمرها. جمالهم معروفين بصحتهم وكثرة حليبهم، هذا خلاه يتبعها للمرعى ويشوف بعينيه اش واقع مع جماله. ودعا جلست تحت النخلة كيف العادة وبداو دموعها ينزلوا وتقول قري يا ناكتب بومة
الحرة ولات خادم والخادم ولات حرة. شوية وتجمعوا عليها الجمال كلهم وبداو يبكيو بالدموع معاها. خوها زاد لعندها وسألها على سرها وعلاش كل هاد الحزن مالي قلبها. ودها في البداية تهربت، ولكن مع إلحاح خوها قالت له الحقيقة وحكات له كل ما مر بها في رحلة البحث عليهم وكيف صبحت في لحظة خادم عندهم. هنا مشى خوها على حصانه وخدم من لبسة مراته أحسن ما عندها، وخدم معه سراح ورجع عند ودها حملها معه على حصانه حتى لعند العيون اللي فيهم القلتة البيضة والقلتة السودة. هنا دخلت ودعا للقلتة البيضة ورجع لونها وشكلها لطبيعته. غيرت لبستها ورجعت مع أخوها لدوارهم الخادم وزوجها وبنتهم. تصدموا منين شافوها واقفة قدامهم وتفضح سرهم. أخوها الصغير حكى للجميع الجريمة اللي داروها في حق أختهم الوحيدة. هنا طردوهم للدوار وخدوا منهم كل الهدايا اللي كانوا مغرقين أختهم المزيفة بيهم. ودعا سعوا أخوتها كل واحد من جهته يعوضها على أيام العذاب والشقاء اللي شفتهم، وزادوا في اهتمامهم بها وكل واحد يهديها أجمل ما شافت عينيها من أغلى المجوهرات والدمالج والخلاخل والخلالات والتواب على أنواعها. هذا ربا حقد وحسد في قلوب زوجات أخوتها اللي تمناوا يتخلصوا منها. واحد النهار زوجة أخوتها خرجوا يتمشوا، واحدة فيهم لقات بيضة الفعاء تحت شيحة خداتها وخباتها. ومنين وجدوا الصينية دخلت عليهم التبصيل فيه الزميتة مرونة، وخدات منه كرة من الزميتة جمعها وحدها قدمتها الودعة وقالت لها اللي تحب أخوتها تبتلع كرة الزميتة بلا ما تمضخها. وهكذا كان، ودعا خدات كرة الزميتة بتلعتها وكملت جلستها معاهم والفرحة مالية قلبها. ايوة يا سيدنا، فاتت ايام وبدات بطن ودعا تكبر وتزول خوتها ابداو يتكلموا عليها ويطعنوا في عرضها. حتى قالت واحدة فيهم هاد الكلام لواحد من خوتها اللي تصدم وما قدرش يستوعب كلامها. خرج من خيمته ونادى عليها قال لها ودعا اختي دخلت لي شوكة في رجلي تقدري تنزعيها لي؟ ودعا قربت منه وتبحث على الشوكة في رجله، وهو شاف بطنها كبير على غير العادة وتأكد من كلام مراته عليها. هنا علم خوته باللي شافوه وسمعوا ما قدروش يقتلوها. خداوها لمكان بعيد في الصحراء ونصبوا لها خيمة وتركوا لها الأكل والشرب وخادم تقابلها، ورحلوا كاملين مدوارهم لجهة جديدة مجهولة. ودعاية سيادنا حزنت على مجرى لها وبكات، وبطنها كل يوم يزيد يكبر ما بقتش قادرة تتمشى في الخيمة، والصحراء رمالها ما تعرفش الرحمة. قالت الهواء الصيف كل يوم تغطي الطرف من الخيمة حتى ما بقاتش تبان تحت كثبانها. هنا ودعا قالت والدموع غالبها السافي يسفي عليا والغبار يلوح، قرر يا ربي عليا ولا سل الروح. واحد النهار كانوا فرسان قاطعين الصحراء، واحد منهم عثر حصانه فوق الطارفة ديال خيمة ودعا. حس به الفارس وزاد كمل طريقه مع أصحابه شوية وقال لهم أنا يا صحابي ضاعت لي سبحتي وهي هدية من الوالد غالية عليا، نرجع نبحث عليها وانتم ما غير كملوا طريقكم. هنا رجع لمكان لوتد وبدأ يسحب الرملة بيدي حتى شاف مدخل الخيمة وقال انتم من أهل الدنيا أو الآخرة. قالت له الخادمة
إلا نقدنا رانا من أهل الدنيا، وإلا رحلت وخليتنا رانا من أهل الآخرة. بدا الفارس يسحب الرملة حتى بانت الخيمة كاملة. دخل عندهم وحكات له الخادم على مجرى لهم في الصحراء وحدهم، وكيف خوت ودعا تركوها تواجه مصيرها في كثبان الصحراء القاحلة. فرسان الصحراء يا سيدنا ضروري تعلموا كل ما ينفعهم في حياتهم من علم وتطبيب. هنا زاد الفارس عند ودعا وشاف كيف بطنها كبرات طريقة تخوف الناظر لها، وتأكد باللي اللي في بطنها ما عنده علاقة بالتهمة اللي ظلموها بها. الفارس يا سيدنا خداهم دواره وذبح كبش وكثر فيه الملح وشواه، وبقى يعطي الودعاء كل مرة طرف منه الشواء تاكله ومنحها تشرب الماء حتى بدأ بطنها يتحرك بقوة. هنا خدا كيس من جلد الجمال يسموه الغرارة، فتحه وقال لها نزلي راسك في قلب الكيس. شوية وبدأ الثعبان الضخم يخرج شوي بشوي من فم ودها لقلب الكيس. الفارس سد الكيس واخداه للبعيد، اقتل الثعبان ويبسه في الشمس وخباه. ودعا شكراته على الخير اللي دار فيها، هو عرض عليها الزواج وهي قبلات حيت كان رمز للشهامة والأخلاق الكريمة اللي ما لقاتهم مش حتى في خوتها. الفارس ودعا عاشوا أجمل أيام، وبعد سنة رزقهم الله بطفيل سبحان من صوروا سموه حمحم. وبعد فترة كان الفارس يتجول بحصانه، تلاقى بسبع خوت خارجين للصيادة، اسألهم على أحوالهم ومن النظرة الأولى عرفهم باللي هما خوت ودعا. عرض عليهم الخيمته وخداهم حتى لعندها. ودعا يا سيادنا شافت خوتها جايين لخيمتها، دخلت وخدات ولدها في حضنها. جلسوا الخوت في النص الثاني من الخيمة وودعا في النص الآخر منها. بدأت ترقص ولدها وتغني له وتقول له حمحمو يا حمحم وخوالك سبعة، حمحمو يا حمحم وخيلهم سبعة، حمحمو يا حمحم وسلاقهم سبعة. هنا الخوت بدأ كل واحد فيهم يشوف الثاني ويستغربوا كلامها. هنا قال لهم الفارس قبل ما نضيفكم ضروري نوريكم هدية الصحراء اللي صدفتني بها الأقدار. جاب الكيس اللي فيه التعبان ونزلوا قدامهم في الطبق وقال لهم هذه هي جريمة أخوتكم اللي بسببها رميتوها في الصحراء. أخوتكم من كثرة محبتها فيكم ابتلعت بيض الثعبان وهذا اللي كان يكبر في بطنها، وهي اليوم امراتي وام ولدي. الاخوت نزلوا رؤوسهم خجل من فعلتهم وظلمهم لاختهم، وطلبوا منه يشوفوها ويعتذروا منها. ودعا قبل ما يكملوا كلامهم امشات بفرحه لعندهم ونسات كل العذاب اللي مر عليها بسبب ظلمهم هما وزوجاتهم. الخوت زادوا خيمتها هي وزوجها الشهم على خيامهم، وتلاقاو مع والديهم اللي كانوا تجمعوا أصلا قبل في دوار واحد، ودعا قبل اعتذار زوجاتهم وعاشوا كاملين حياة جديدة ولا حد قدر ما زال يفرقهم. ومشات حكايتي من واد الواد، بقيت أنا مع الناس الجواد.